الله الرحمن الرحيم. وقفة اليوم جاءت بعد تذمر كبير جراء تأخر الشطر الثالث من منحة كوفيد، ونحن في نهاية الشطر الرابع ولم نتقاضى الشطر الثالث. عمال الصحة وعمال المؤسسة العمومية الاستشفائية بحاسي بحبح متضمرون كباقي المستشفيات الأخرى عبر جميع مستشفيات الوطن. نطالب فورا بتدخل الرئيس وإيجاد الحلول من أجل التسريع في صب هذه المنحة، ونتمنى أن تكون مع في هذه الأيام ومع الشطر الرابع. إحنا ما فهمناش المشكل وراه، ذاك إذا كان الفاتس من وزارة المالية يقصدوا به يبعثوه اليوم ونتهنى ونرجعوا لخدمتنا وكذا، كنا ننتظروا أنه تكون تشجيعات أخرى. ما تكلمناش على أنه شهرين بعام، ما تكلمناش باش نخرجوا بالوضع. أبسط شيء هذه المنحة هذه ما نطالبوا أنهم يسرعوا هذا، إذا كان الفاكس من وزارة المالية يبعثوه ذاك الأمناء الخزينة ويسرعون العملية. إذا كان مشكل ميزانية على هذا المشكل، على الرئيس قال هذا المنحة أقرها لعمال الصحة. إحنا يقدر يجي تكمل ثلاث شهور يعطوها، ما يخلوناش نقعدوا نخموا فيها. إحنا مامورنا مع المريض، مامورنا مع حوايج أخرى. قعود هذه يومياتنا إحنا في العمال، جا الفاكس ما جاش، جا الفاكس ما جاش، دخلت ما دخلت شويكته على هذا الشيء. راه كاين، إحنا رانا فقدنا زملائنا راهم توفاو، عندنا زملاء راهم مصابين بكوفيد، رانا نحاربوا رانا نجاهدوا. إحنا تقولوا الجيش الأبيض وراه. المشاكل التي يعاني منها القطاع نذكر منها قضية الحال، وهي المستعجلة منحة كوفيد. فالكل مستاء تأخرها إلى وصول الشطر الرابع، ولم نتقاضى لحد الآن الشطر الثالث. كذلك خروج من الوظيفة العمومية، تحسين سلم الأجور، هذا اللقب الرنان الجيش. نطلب من السلطات العليا التسريع في منحة كوفيد الشطر الثالث ثم الرابع، بالإضافة إلى المطالب الأخرى، الخروج من الوظيفة العمومي وتحسين مجالات العمل.